ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صلي على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلي على محمد يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه يا ربي صلي على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي صلي على ربي صلي على محمد يا ربي فرحم والدينا يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه يا ربي صلي على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي يا سامع دعاء Yeah.
Yeah.
فاطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي انت المرتجى اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليك وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البعيث الوارث المانح السالم صلى الله عليه عالم الكين والبين والزين والذاهب يسبحه الأبل والبين والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامد والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بدأ حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب لا بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب صلى الله عليه ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من طالب حاجة فأنله المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب صلى الله عليه والقوم بين نادم وتائب وخايف لنفسه وعاتب وابق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب صلى الله عليه فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه قيل هو آدم عليه السلام قال آدم به ينيله على المراتب قيل هو نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب صلى الله عليه قيل هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوى
يقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل هو موسى عليه السلام. قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب. قيل هو عيسى عليه السلام. قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصايب. قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب. يموت أبوه وأمه ويكفله يده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خبري 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 Ah.
نور المصطفى
اهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمل فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كانه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى Yeah.
Yeah.